السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أبويا. اليوم موضوع حلقتنا عن البي 12. البي 12 هو فيتامين، يعتبر من الفيتامينات الأساسية للجسم، فإن نقص هذا الفيتامين يوجد له عدة أعراض: التعب، إخفاض الوزن، خدران في كثوف الأقدام، فقدان الإحساس والاهتزاز، وأحيانا يحدث اضطرابات في الذاكرة وتغيرات في المزاج واضطرابات في النوم وضعف في الرؤية واضطرابات مناعية واضطرابات مختلفة في الجهاز الهضمي، وأيضا مشاكل في الخصوبة. يحدث نقص فيتامين بي 12 نتيجة نقص في التغذية، اضطرابات في امتصاص الطعام سواء كان في المعدة أو المعدة الدقيقة، يعني بيكون الطعام اللي إحنا بناكله غني ببي 12 لكن الأمعاء ما بتمتصه، وفي مرض فقر الدم ومتلازمة زولينجر والتهابات في الأمعاء والمعدة واستئصال الأمعاء الدقيقة وأمراض البنكرياس. علاج نقص فيتامين بي 12 يتم إما بالحقن، حقن فيتامين بي 12 داخل العضلة وتعبئة مخزون بي 12 في الجسم، وتكون خلال حقنة واحدة خلال 4 إلى 6 أيام، وهذه الطريقة تعتبر الأسهل وتأثيرها مباشر، يعني النتائج ستكون بإذن الله مضمونة. ويوجد عن طريق الأدوية المكملات الغذائية، يوجد حبوب، هذه الحبوب تستخدمها تضعها تحت اللسان وتمتصها تدريجيا، وحتى يمتصها الفم إلى جهاز المعدة والأمعاء الدقيقة. ويوجد أيضا مرهم للدهن على الغشاء المغطى الأنف. أحيانا هذه الطريقة في حال كان هناك مشاكل في الامتصاص وحمض المعدة فقد لا تفلح، لكن أهم إشي إذا بدك تاخذ مكمل غذائي خذ مكمل غذائي محترم ونظيف وكويس، وإذا بدك تيجي تدور على واحد كويس أنا بحب هاي الشركة. أيها هذه الشركة رائعة جدا اسمها جارو، تمام ترون، جارو هذه الشركة تعتبر رائعة للغاية، أنصح فيها، وهي تحتوي 1000 ملغرام من فيتامين بي 12 وتأخذ حبة واحدة في اليوم. أنا بصراحة جربوها ناس، وهي طعم الليمون، مضبوط، ليمون فليفر، يأتي لكم الشفاء العاجل. معكم أخوكم أبويانا، يا ريت تدعمونا بلايك وفولو بيج. شكرا، يعطيكم العافية.